الآليات بتاعتنا في البورصة وآليات الأسواق العالمية. الآليات التداول عندنا في البورصة آليات قديمة جدا وفيها مخاطرة عالية بالنسبة للأجنبي. أولا هم ما عندهمش حاجة اسمها تسويق. أنا مثلا لو اشتريت في داو جونز أو أي مؤشر عالمي وحسيت إن أنا خدت قرار خاطئ أو مثلا جه تصريح من التصريحات أو بيان اقتصادي حسيت إن أنا المركز الشراء اللي أنا خدته ده ممكن يحقق لي خسارة في لحظتها بطلع. هنا لا لازم أقعد يومين التسوية فممكن أعمل خسائر من 5-10% قبل ما أبيع. تاني شيء البورصات العالمية المؤشر طالع بشتري المؤشر نازل أنا ببيع فبتقدر تشتغل في الاتجاهين. هنا عندنا بتشتغل في اتجاه واحد بس غير بقى معايير الشفافية والنهمة ما عندناش حد ممكن يعوض المستثمر على الأضرار اللي بتحصل له من عمليات من الشركات اللي بتبقى مخالفة لقواعد القيد وبيتم إيقاف الأسهم بتاعتها المستثمر هو أول واحد بيتضرر وما فيش عندنا قوانين بتعوضه عن تضرره فيعتبر ده الآليات دي بتسبب مخاطرة للأجانب وعلشان كده الأجانب بيدخلوا مصر أو السوق المصري بشكل احترافي جدا بنلاقيهم دخلوا إمتى؟ دخلوا في القاعات لما تكون الأسهم فعلا متدنية جدا ابتدوا بقى يعملوا مراكز شرائية بحيث إن هم يقللوا نسبة الخطورة على قد ما يقدروا يعني لأنه مش معقولة يبقى فيه خطورة في آليات التداول وخطورة من أسواق السوق نفسه فيه مخاطرة خسارة وربح وهم أصلا داخلين في المقام الأول لتحقيق ربح يعني. نعم تفضل. الترابط اللي حضرتك بتقول بين السوق المصري والأسواق العالمية السؤال الثاني هو كل الأسواق العالمية مترابطة لأن الاقتصاديات مترابطة نوعا ما. السوق المصري سوق محلي مش من الأسواق القائدة ولا حاجة هو إمتى بيفك الترابط بين سوق وبقية الأسواق العالم إذا كان سوق محلي وحدث فيه حدث جلل بيؤثر على الاقتصاد بشكل قوي مباشر زي ما حصل لنا يوم 25 يناير. هو فعلا حدث جلل وهنا سوق محلي وفعلا الحدث بيأثر على الاقتصاد بشكل مباشر فعلشان كده إحنا اليوم ده إحنا منفصلين عن الأسواق بس فيما عدا ذلك كل الأسواق مترابطة بمعنى اللي بيشكك في كده يقول لي إحنا مثلا في الأزمة المالية في 2008 ليه نزلنا من 12,000 ل 3500 يعني هو في مثلا مع ان الازمه دي كانت تخص امريكا في المقام الاول يعني في جمله شهيره بتقول اذا عطست وول ستريت اصابت جميع بورصات العالم بالذكرى فدي يعني احنا تداولنا يمكن في الازمه العالميه الازمه الماليه اكثر من مؤشرات وول ستريت نفسها هم الحمد لله النهارده كان الصبح شايفه الداو جونز يعني اخترق ال 16,150 بنقاط معدوده احنا لسه بنتكلم في 6700 لسه ما عوضناش بس احنا لسه ما عوضناش وما واكبناش التسارع في الصعود للمؤشرات العالميه عشان احنا ظروفنا المحليه ما ساعدناش ان احنا نعمل زيهم هيستريكال هاي ونعمل نسجل ارقام قياسيه البنك المركزي الامريكي اعلن خطط لتقليص برنامجه لتضخم مشتريات السندات لكن سعى الى تخفيف اثر هذه الخطوه التي طال انتظارها بالاشاره الى ان سعر الفائده الرئيسي سيبقى منخفض لفتره اطول، هل هذا حيؤثر على الاقتصاد المصري ومن ثم على البورصه المصريه؟ هو ده اثر فعلا بالفعل على داو جونز امبارح اس ان دي بي وكل مؤشرات وول ستريت بس ده بيثبت تحسن الاقتصاد الامريكي يعني هو بين بلانكي وعد كذا مره انه هيعمل تاثير كامل هيخفف التاثير الكامل ودي كان امبارح كان اخر اجتماع لي وقبل ما يسلم رئيس البنك الفيدرالي ليلين فكان اخر اجتماع فيه فقرر ان هو يخفض
التأثير الكمي بنسبة 10 مليار دولار. هو كان الأول التأثير الكمي 85 مليار دولار. هو كان معد قبل كده ان هو لو تحسنت مؤشرات البطالة والتوظيف في السوق الأمريكي هيبدأ في عملية التأثير الكمي، لأن هم أصلا لجأوا للتأثير الكمي لحل مشاكلهم. فلما ابتدي تحسن في البيانات وابتدت فعلا تتحسن، فامبارح قال 10%، بس ده هيخص الاقتصاد الامريكي 10 مليار. بس ده يخص المؤشرات الامريكيه بصفه خاصه. كمان داون جونز ليه مستهدف عند ال 6 300 6 400. بس حضرتك تعتقدي ان هذه الخطوه ستؤثر على البورصه المصريه؟ تأثيرها محدود. طب يعني هناك مؤشرات إيجابية عديدة منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، يعني أبرز هذه المؤشرات التي حضرتك لاحظتيها على مدار الشهور القليلة الماضية بعد ثورة 30 يونيو؟ هو الشهور القليلة الماضية كشهور يعني صعب ان انا اجمعها، بس انا يعني شهر 12 بالذات حصلت فيها شوية حاجات، وهو ده اللي انا يعني كنت متابعة قوي. يعني انا لسه مكلمة عن مؤتمر الوزارة لمنظمة التجارة العالمية والحاجات الايجابية. في كمان زيارة رئيس قبرص لمصر على هامش حفل كان اقامه بنك برئيس مصر، وادلى تصريحات ايجابية جدا، وقال ان سوقنا سوق واعد، وقال ان هو بيتطلع لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع مصر، وان الفترة القادمة ستشهد مشاريع ضخمة بتمويل مشترك. استاذة امال سليمان، وحضرتك خبيرة كبيرة في سوق الفوركس، يعني نريد ان توضحي للمشاهد ما هو سوق الفوركس وما هي اهميته. هو اسم الفوركس ولا كلمة فوركس؟ دي اختصار لكلمة فورين اكسشينج، يعني تغيير العملة. هي جت ازاي وجت منين؟ هي زمان كانت العملة مقيدة، يعني ما فيهاش صعود ونزول وحاجات كده، لغاية ما حولوا العملة أو ما يعرف بتعويم العملة. نشأت الآلية بقى إن لازم يبقى فيه حاجات تساعد على سرعة تبادل العملة وسهولتها. من هنا نشأت شركات الصرافة ونشأ سوق الفوركس. هو الهدف الأساسي من سوق الفوركس إن هو يعمل سرعة وسهولة تبادل العملات في أي مكان، من أي مكان في أي وقت، لأن هو سوق مفتوح 24 ساعة وبيلعب دور أساسي في التجارة، في التبادل التجاري والاستثمار على مستوى العالم. على مستوى العالم هو سوق ضخم جدا وفي سيولة عالية، يعني يوميا بيتم تبادل أكثر من 3 تريليون دولار. ده طبعا تحت رقابة بنوك عالمية وشركات وساطة خاضعة لتراخيص، والآلية بتاعته اللي هو الإنترنت. الجنيه المصري بيتعرض لضغوط كثيرة حاليا خاصة أمام الدولار، كيف ترين سعر صرف الجنيه المصري حاليا أمام العملات الأجنبية؟ هو الجنيه المصري حتة انخفاض سعر الفايدة اللي قام بيه المركز المصري 3 مرات في 6 شهور كان من عوامل التخوف فيه هو التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للجنيه المصري. يعني قلنا لو أوجدنا آلية نحد فيها من التضخم مع انخفاض سعر الفايدة هيبقى إنجاز في وقتنا الحاضر، لأن في فرق بين الدخل الحقيقي والدخل النقدي. يعني دلوقتي احنا لما جينا نتكلم في النسبة للحد الأدنى من الأجور، يعني من باب أولى كنا نضبط الأجور بالإنتاج، الأجر بالإنتاج. ليه بقى؟ علشان احنا لما نحد من مسألة التضخم دي، يعني العامل الرئيسي عشان نحد من مسألة التضخم هو الإنتاج. أنا لما زود كده الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه وما ربطهاش بالإنتاج، طب هو قبل ما ياخد ال 1200 جنيه هيكون خلاص التضخم بلحه، لأن القدرة الشرائية بتاعتهم قلت. فأنا ما أفدتهوش في شيء غير كده إن هيبقى في ناس متبولين أكتر من الموظف دوت أو من العامل ده.
احنا عندنا نسبة البطالة في مصر عالية جدا، ولما يحصل تضخم النسبة دي هتعاني اكتر، والنسبة كمان بتعتمد على المعاشات، طبعا هيطالبوا بزيادة في المعاشات. فاحنا بنفتح ابواب على نفسنا يعني المفروض كنا نفكر فيها. نعم، لو تحولنا الى اسواق المعادن النفيسة خاصة الذهب، نرى ان الذهب بيشهد تراجع على مستوى العالم. اسباب هذا التراجع او العوامل المؤثرة في هذا التراجع؟ هو للإجابة على السؤال ده في شق فني او تقني وفي شق اساسي. الشق التقني اللي هو الذهب بقاله اكتر من 10 سنين واخد اتجاه صاعد. كان في سنة 2001 سجل $270 للأونصة، لغاية ما وصلنا 2011 سجل $1920. فكان الطبيعي الإجوبة الكبيرة قوي دي يحصل لها عملية تصحيح، وفعلا ده اللي حصل. واحنا من 2011 تقريبا احنا بنعمل عمليه يعني تصحيحه للويفه الصعبه دي. الذهب طول عمره كان اسمه الملاذ الامن، كان الناس كلها بتلجا له في حالات الحروب والازمات الماليه. دلوقتي الحمد لله في انتعاش في البورصات، يعني ما فيش الحمد لله حروب يعني بين الدول ولا حاجه. غير التحسن في الاقتصاد الامريكي، امبارح لما بن بلانكي اعلن على تخفيف التاثير الكمي، الذهب هبط اكتر، بس في عوامل اخرى ساعدت في نزول الذهب. اول حاجه في ازمه اليونان صلح وزير الماليه اليوناني ان هو قد يلجا الى بيع 30 الى 35% من احتياطي الذهب لحل المشاكل الاقتصاديه. نعم. تاني شيء كوريا الشماليه وبرضه بتلجا لبيع الاحتياطي من الذهب لدى الصين. كل هذه العوامل اثرت على يعني خفض سعر الذهب. نعم، الاستاذه امال سليمان خبيره اسواق المال، شكرا يا فندم على تشريفك في حلقه اليوم من برنامج مؤشر امين. شكرا. والى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من برنامج مؤشر امين، مع بدايه الاسبوع المقبل وبدايه جلسات تعاملات الاسبوع المقبل في البورصه المصريه، حلقه جديده من برنامج مؤشر امين. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا والى اللقاء.